اصحاب انت تقول بالحق لهم اصحاب وترمي روحك عليهم وتقف معاهم بعد تلقى منهم كاين الغدره فينا الماء. تريد في الغربه انك تحل دارك لحد وتعطيه من قوتك وتبدا انت بيدك في غربه ربي يعلم بحالك، ومن بعد تلقى العبد ذيك اول انسان يغدرك هذه اصعب حاجه تنجم تعيشها. فهمت نوع هذا ما تستناش منه باش يطلب منك السماح خاطر ما يعرفش، خاطر لو كان يعرف ربي لو ولو شويه معناها كان ما عملش معاك اللي عامله. عبيد كي تشعل سويب كل 10 شمع كي يطفى واحد فيهم ينساو اللي قاعدين يشعلوا. اصلي ما راح رمضانك مبروك. عايشك خلينا وعليك. اي قل لي كيفاش تعدي نهارك؟ والله انا عم فيت ما نعيشش في تونس، ما توا فاكونس الاكثريه نوم. وانت عايش في السعوديه؟ تخدم غادي؟ اي. شنو الخدمه؟ بيرو تاع خدمات رقميه اللي سيرفيس نيميريك. وجيت بتونس في بمناسبه رمضان في عطله سي سا. لو كان باش نسالك، لو كان تعطيني رايك على الاصحاب، شنو رايك في الاصحاب؟ برشا اراء. فما اعطيني جيست باهيه صارت لك مع الاصحاب. والله اوكي الجيست الباهيه انه بالحق وقت لي تلقاهم في الشده مش في الفرح معناها. اون فيت عشت معناها عندي صاحبتي نوايا عشره تجاه كي تتفرج هي نلقاو بعضنا في الشده اكثر من الفرحه اكثر من المزه معناها كما نقول. وفما اصحاب انت تقول بالحق لهم اصحاب وترمي روحك عليهم وتقف معاهم بعد تلقى منهم كاين الغدره فينا الماء. صارت لك جيست خايبه مع الاصحاب؟ برشا. احكي لنا على جيست من اللي جيست اللي صاروا لك. اكيد طبعا اذا باش تحكي على اللي صار في الغربه هذيك اصعب من اللي صار في تونس، خاطر ريت في الغربه انك تحل دارك لحد وتعطيه من قوتك وتبدا انت بيدك في غربه ربي يعلم بحالك، ومن بعد تلقى العبد ذيك اول انسان يغدرك هذه اصعب حاجه تنجم تعيشها. فهمت ف بون لا علينا في الديتاي خاطر حتى اللي يعرفوني باش يعرفوا الحكايه شنو. مي انا وتيت ديجا انا بيدي في ظروف تابعه على الاخر في الغربه وحليت داري وجيبي هو يجيب العبد اللي انا حليت له داري، ومن بعد وقت لي وتيت الضربه ما رحمتنيش معناها فالحمد لله. شنو تقول لها صاحبين؟ ربي يهديك. مازلت اون كونتاكت معها ولا كل واحد مشى على روحه؟ لا كل حد على روحه وربي يوجهها خير وكاو. ما طلبتش منك سماح؟ لا ونوع هذا ما تستناش منه باش يطلب منك سماح خاطر ما يعرفش، خاطر لو كان يعرف ربي لو ولو شويه معناها كان ما عملش معاك اللي عامله، كان على الاقل يرى الباهي قبل الخايب حتى لو كان صدر مني انا شيء معناها، حتى لو كان انا غالطه مش باش نقول انا انسانه صحيحه ولا انسانه معصومه من الخطا، فما حتى حد في الدنيا هذه معصوم من الخطا، اما حتى لو انا بدر مني حاجه خايبه ما تراش الخايبه هذيك راه الباهي اللي كان. فما عبيد لي عبيد كي تشعل سويب كل 10 شمع كي يطفى واحد فيهم ينساو اللي قاعدين يشعلوا، وهذيك اللي غاضني مع انه انا متاكده من روحي انه مصدر مني حد شيء. وبالنسبه للعبيد اللي تعرفني اذا انا غلطت في حق عبد انا وحدي وحدي نمشي نطلب منه السماح، ما ماهيش ضعف ولا بالعكس قوه نراها. قديش نسبه ثقتك في الاصحاب؟ قديش تعطي نسبه ثقه للاصحاب؟ 20% متاع انك تسحق حد باش تحكي معاه. الصاحب الحقيقي هو امك وبوك، فماش صحاب في الدنيا بالحق. الصاحب الحقيقي امك وبوك، وبعد اذا لقيت حد خاف فيك ربي ما انت وقدامت عشرتكم وقولوا اكثر من 4 سنين سي بون هذاك بالحق يستاهل باش يكون صاحب، اكثر من هكا ما فماش اصحاب. مش بالضروره تكون فتره زمنيه مطوله معناها، تنجم صحبة عام خير من صحبة 5 سنين على حسب تجربتي. انا عندي صاحبه انا وياها انا من 2008 نتعاركوا نرجعوا نتعاركوا نرجعوا. تمنها وتعطيها سرك؟ ساعات اكثر من ماما واختي تعرف علي اللي انا ما نعرفوش على روح. ربي يداوم عشرتكم ان شاء الله. سينو شنو الميساج اللي تخليه للاصحاب؟ والله اذا بالحق هما دي فغي معناها حافظوا على بعضكم، والله بالرسمي الدنيا هذه ما تستاهل حد شيء والله، ما انت ريت الدنيا هذه فانيه وما قاعده لحتى حد وفيها موت، ومش بالسهل عبد باش يقول هذه صاحبتي. ما انت اذا وصل لعبد وثق فيك وقال لك راك صاحبتي راه بالحق العبد هذاك يستاهل انك تحافظ عليه،
وكهو انت توا في فاكونس في تونس، تفضل الجو والسهريات والخارجيات مع الاصحاب ولا مع العائله؟ الزوز. تخرج مع الزوز؟ اي خاطر قبل نفضل مع الاصحاب، خاطر مع الاصحاب تلقى جوك، تلقى روحك، تلقاو روحكم كيف كيف. اما كي تبدا متغرب ماذا بيك تتقسم، تبدا متوحش عائلتك وتبدا متوحش اصحابك. وانا توا نحس في روحي اتشابه عائلتي اكثر من اصحابي، عرفت؟